محشي مشكل من عبور. عندنا العبوة الاقتصادية اللي هي المكعب واحد، مرقة دجاج كنور، بتنجان مشكل محشي، فلفل، كوسة، بصل، ثوم، شبت بقدونس، كزبرة، زيت أو سمنة، نعناع، ملح، فلفل، 7 بهارات، زنجبيل أو جنزبيل، قرفة. وعندي عبور، عندي عبوة مكعب المرق الواحد المكعب من كنور. طيب وزيت تاني مش مشكلة. يبقى زي ما تشوف عايزين بقى نسبك ونعمل حاجة حلوة عشان ايه تبقى يعني فيها طعم كده. هي كده كده طبعا الشوربة عندي من غير لحمة، لكن بعملها بطريقة حلوة. ادي بصلاية وطماطمية وجزراية زي بوكيه جرنيه، كأن هسلق فرخة، هسلق لحمة، سهلة جدا. محدش ياخده بقى تاني عشان كان مليان وتاخد نص. ايوه مش عايزين احنا في رمضان. هنا بقى يا سيدي انت معايا يا باشا؟ طيب عندنا الشريط ده ناخد براحتنا زي ما احنا عايزين اهو. على فكرة يا جماعة رخيص جدا ويغنيك عن اللحمة عن الفراخ والحاجات دي كلها احنا شبعنا منها، بس مصر شريف ان برضه ياكل لحمة وفراخ. بعدين بقى ما تضحكنيش عشان ما اعرفش اكشر بعد كده. ايوه انا النهارده زي السيد على رأي محمد، مش عارف اللي فيها يعني أبو محمد مش عارف اللي فيها. حبة محاشي بقى، ورق لفت، ورق خس، ورق كروم. شو بقى التشكيلة دي؟ لا هو ده اللي لفت. لا لا والله اسكت. قعدنا نحش بقى وناكل، واحد قام حولنا واحنا قاعدين بناكل. ده نعناع يا منعنع. نسبك بقى لنا المرة دي كده، دايما بعملها ني في ني. توابل، نعناع ناشف، زعتر، بهارات مشكلة، شوية قرفة، وعمي ادي شوية السكر هم عشان نكرمله، وادي بهارات عمي منصور. يبقى احنا دلوقتي عاملين المحشي ده اردوحي. طيب هنسبك بقى كده ادي الصلصه اهي، معلقه سمنه او معلقتين سمنه. بعد كده حطيت بصلايه مع الثوم، بصلايه مع الثوم يعني اصفروا كده، نزلت عليهم بالطماطم واربع مكعبات مرق من كنور، ورحت نازل بالشبت والبقدونس والكزبره والكرفس والكرات والتوابل بتاعتي الحلوه وبهارات عمي منصور، وسبكتها كده زي ما انتم شايفين، وزودت لها معلقتين زيت واديني بحشي. فهمت ولا روح بقى؟ حطيت انا بقى الحل على النار زي ما انتم شايفين بالجمال ده بتستوي. بص خد بالك بقى من الحته بتاع الطباخين دي يا استاذ شغيف. بص بقى بص بقى بص 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 بص
حبة الشرب دول دش شاي. الله عليك، انت بتسقف اي حاجة وخلص كده. بسخن الحلة بتاعتها لما اخلص الحشو تكون كلها عرقت مع بعضيها، ما تطلعش حباية نية وحباية مستوية. يا أنسة اللي متنيها تلات تانيات دايما، ده بيتكسر بسرعة ويتهري بسرعة لو معاه من داخل الحلة. لما تكون على الوش كده تطلعيه سليم مش مهري، لان ده بيستوي بسرعة جدا اللي هو الفلفل عن كل اللي احنا عملناه. فهمت حاجة ولا انا قلت حاجة؟ فهمها بس من غير ضرب. يا دي النيلة السوخة كده، ادي الشوربة بتاعتي. ولا زفر ولا كاني ولا ماني اهو. ايوه بالظبط. تقدر تهز البني يعني؟ لا ايوه لما اتجوز في العيد كده خلصنا من المحشي.